الحمد لله الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أحد الدروس العلمية المكثفة في كتب شيخي الإسلام، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب والإمام المجدد ابن تيمية رحمهم الله تعالى. اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم بإذن الله تعالى، أو سنشرع في شرح كتاب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، كتاب الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عونا لنا على طاعته، وأسأله سبحانه وتعالى بتعلمنا للتوحيد وتعليمه والدعوة إليه أن يؤمننا من كل خوف وأن يهدينا من كل ضلال، إنه على كل شيء قدير. تفضل يا شيخ سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية، العمل العلم به. الأولى نعم. الأولى، العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. حسبك يا أبا فيصل. قبل أن نشرع إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة المباركة، أحب أن أقدم المقدمات كما هو المعتاد في مقدمة كل متن. أولا، المقدمة الأولى اسم هذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول. أحيانا تجدون بعض النسخ يذكرون أن اسمه الأصول الثلاثة، وبعض النسخ تسمى ثلاثة الأصول، والاسم متقارب. وقد سماه المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الاسم لما تضمنه هذا الكتاب من بيان الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام. فهذه المسائل الثلاثة هي التي ذكرها المؤلف أو سمى كتابه المؤلف عليها. المقدمة الثانية، لماذا ألف المؤلف هذه الرسالة؟ ألف المؤلف هذه الرسالة ليبين توحيد الألوهية، ليبين أن الله عز وجل مستحق للعبادة وحده لا شريك له، وليبين أفراد وأنواع العبادة بالتفصيل. وذلك أن أي مسلم تسأله من المعبود، من المستحق للعبادة، ايش يقول لك؟ يقول لك الله عز وجل. لكن تفاجأ أن كثير من المسلمين أو المنتسبين للإسلام يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله والعياذ بالله. والسبب في ذلك أنهم لا يعرفون العبادة ولا يعرفون أنواع العبادة على التفصيل. فالمؤلف أراد بهذا الكتاب أن يبين التوحيد عموما، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو توحيد الألوهية، وأراد أن يبين أنواع العبادة بالتفصيل مع أدلتها، حتى لا يقع المسلم في صرف نوع من أنواع العبادة وهو لا يعلم لغير الله سبحانه وتعالى. المقدمة الثالثة، أقسام الكتاب. هذا الكتاب قسمه المؤلف رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مقدمة الكتاب، والقسم الثاني صلب الكتاب، والقسم الثالث خاتمة الكتاب. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، هذا الكتاب مكون من ثلاثة أقسام: المقدمة، صلب الكتاب ولب الكتاب يعني أساسه، القسم الثالث الخاتمة. طيب، نستعرض عرضا سريعا لهذه الأقسام الثلاث. أما المقدمة فجعلها المؤلف في ثلاثة أجزاء، كل جزء منها يبدأ بقوله اعلم، اعلم رحمك الله، ثم قال اعلم رحمك الله، ثم قال اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذه الأجزاء الثلاث كلها يتكلم فيها المؤلف ويعيد
ويؤكد على توحيد الألوهية. إذن المقدمة تتكون من 3 أجزاء، كل جزء يبدأ بقوله اعلم، فيها مسائل متعلقة بتوحيد الألوهية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهي كالتمهيد لما سيأتي في صلب الكتاب. القسم الثاني وهو صلب الكتاب ولب الكتاب. ما صلب الكتاب ولب الكتاب؟ الذي سمي الكتاب به، وهي الأصول 3، وهي مسائل القبر التي جاءت في حديث البراء، أن الإنسان يسأل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فبين المؤلف رحمه الله تعالى من الرب وما الدين الذي أمرنا به، ومن النبي الذي بعث إلينا عليه الصلاة والسلام. وفي كل هذه 3 يؤكد المؤلف ويبين توحيد الألوهية، في معرفة العبد لربه، ومعرفة العبد لدينه، ومعرفة العبد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من صلب الكتاب وهو الأجزاء 3، انتقل رحمه الله تعالى إلى الخاتمة، والخاتمة ذكر فيها 10 مسائل مكملة لما تضمنه الكتاب من بيان توحيد الألوهية. فالكتاب كله يدور على توحيد الألوهية عموما، وبيان إفراد الله عز وجل بالعبادة، وعلى أنواع العبادة بالتفصيل. وهذا الذي نحتاجه اليوم أيها الأكارم، لا يكفي أن نقول للناس: يجب عليكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأفردوا الله عز وجل بالعبادة. هذا القدر من الكلام لن تجد أحد يخالفك فيه، لكن لابد مع ذلك من التفصيل، من بيان أنواع العبادة مع دليلها بالتفصيل، كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى. إذن الكتاب نعيد استعراضه، مكون من 3 أقسام. القسم الأول المقدمة، وهي مكونة من 3 أجزاء، كل جزء منها يبدأ بقوله اعلم، وكلها فيها مسائل متعلقة بالتوحيد. الجزء الثاني أو القسم الثاني من الكتاب هو صلب الكتاب ولب الكتاب وأساس الكتاب، وتضمن مسائل القبر 3 أو الأصول 3 أو 3 أصول، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه عليه الصلاة والسلام. وأما القسم الثالث والأخير فهو الخاتمة، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه 10 مسائل متعلقة بالتوحيد كمتمم ومكمل لما ذكره في صلب الكتاب. فالكتاب كله يدور على التوحيد، وإذا أطلقنا التوحيد في هذا الكتاب فنحن نريد به توحيد الألوهية، لأن المؤلف إنما ألف هذا الكتاب من أجل هذا الباب، ألا وهو توحيد الألوهية. حينما نذكر التوحيد لا نريد الأقسام الثانية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ابتداء، قد يأتي هذا تبعا، لكن الأصل أننا إذا ذكرنا التوحيد في هذا الكتاب وفي شرح هذا الكتاب فإننا نريد به نوعا من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية. وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى في الشرح. نبدأ الآن في استعراض أو في شرح المقدمة إن شاء الله تعالى. من أول شيخ سالم؟ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول 3: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حسبك.
لاحظ المشايخ، ها نحن الآن في الجزء الأول، وبدأه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 40 مسائل. هذه المسائل الأربع كل واحدة منها يلزم منها ما بعدها، يعني مترابطة ومتلازمة. الأولى العلم، ما المراد بالعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة وكلام علماء الشريعة؟ العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة يراد به العلم الشرعي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. شو المراد به؟ المراد به علماء الشريعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، المراد به علم الشريعة. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، أي الفقه في الشريعة. المقصود أنه إذا ذكر العلم أو الفقه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يراد به العلم الشرعي، التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. طيب ما أساس هذا العلم؟ بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن أساس العلم الشرعي معرفة العبد لربه، قال وهو معرفة العبد لربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الإيجاز الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في صلب الكتاب، وهو من باب التحفيز والتشجيع لطالب العلم للدخول في صلب الكتاب. فالمسألة أولى العلم، العلم الشرعي، والعلم الشرعي يدور على بدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يلزمه علم العمل. طيب فإذا علم الإنسان وعمل هل يكفي؟ لا يكفي ذلك، بل يجب عليه أن يدعو. قال الثالث الدعوة إليه. طيب علم هذا الأولى، الثانية عمل، الثالثة دعا، هل يكفي؟ لا، يجب عليه الأمر الرابع وهو الصبر على الأذى فيه، لأن من لوازم ذلك أن يؤذى الإنسان. هذه سنة الله عز وجل الكونية. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لما أخذته أم المؤمنين خديجة، كما في حديث أم المؤمنين عائشة، لما أخذته أم المؤمنين خديجة إلى ورقها بن نوفل قال ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ فقال ورقة رضي الله عنه وأرضاه لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي عليه الصلاة والسلام. وهكذا دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوة أتباعهم، لابد أن يجد الإنسان نوعا من الأذى، لأن دعوة الأنبياء والرسل قائمة على تخليص الإنسان من هواه، من داعية النفس الأمارة بالسوء والهوى والشياطين الإنس والجن. فسيجد من هؤلاء جميعا من يؤذيه أو يرد دعوته أو يقابل دعوته بالجحود وبالعناد والعياذ بالله، فلا بد أن يقابل ذلك بالصبر. ثم استدل المؤلف على هذه المسائل الأربع بسورة العصر، وهي قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل الإنسان في خسارة إلا من؟ إلا الذين آمنوا. وهذا يدل على العلم، لأن لا إيمان بلا علم. وعملوا الصالحات، هذا يدل على العمل، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، هذا يدل على الدعوة إليه، وتواصوا بالصبر يدل على الصبر على الأذى فيه. فهذه سورة العصر دلت على هذه المسائل الأربع، العلم من قوله إلا الذين آمنوا، ودلت على العمل من قوله وعملوا الصالحات، ودلت على الدعوة إلى الحق قوله تعالى وتواصوا بالحق، الرابع الصبر على الأذى فيه وهو قوله تعالى والتواصل بالصبر. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب
العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم. قال رحمه الله تعالى، قال الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على قومه، لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه الصورة، أو على خلقه إلا هذه الصورة، لكفتهم. هذا الكلام الذي نقله المؤلف رحمه الله تعالى عن الشافعي، لعله نقله بمعناه أو بحفظه رحمه الله تعالى. وهذا نقله ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بقوله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، يعني صار لهم فيها خير وبركة، وهذا المعنى أقرب والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هو الآن يدلل على ماذا؟ يدلل على أن العمل يسبق ماذا؟ يسبق العمل، سواء كان بالجوارح أو كان باللسان. وهذا فيه دليل على المسألتين الأولى التي يجب علينا تعلمها، وهي العلم والعمل. فالعلم بغير عمل والعياذ بالله، وش يكون صاحبه؟ يكون صاحبه مثل اليهود الذين علموا ولم يعملوا والعياذ بالله. طيب، والعمل بغير علم مثل من؟ مثل النصارى الذين كانوا يعملون بالبدع من غير علم واتباع. ولذلك أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله عز وجل من هؤلاء وهؤلاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين على الصراط المستقيم الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ الذين جمعوا بين العلم والعمل. فأما من قال بالعلم بغير عمل فهذا والعياذ بالله مثل اليهود، وأما من عمل أو عمل بغير علم فهذا مثل النصارى. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا وارزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل الثلاث. هذا هو الجزء الثاني من المقدمة. ذكرت لكم يا مشايخ الأكارم أن المقدمة مكونة من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول
بقوله يبدأ بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الجزء الثاني اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل الثلاث. ما المسائل الثلاث؟ مثل المسائل الأربع، كل واحدة منها يلزم منها ما بعدها. انظروا ترابط بينها. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسلنا إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ما حاصل هذه المسألة الأولى؟ حاصل هذه المسألة الأولى تقرير توحيد الربوبية، تقرير أفعال الله عز وجل، أن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. كل هذه أفعال الله عز وجل. طيب، الذي يقر بربوبية الله بأفعال الله عز وجل الخاصة به سبحانه وتعالى، ما الذي يلزمه؟ يلزمه المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن وحد الله عز وجل في ربوبيته لزمته المسألة الثانية، وهو أن لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى. طيب، من أفرد الله في ربوبيته وهي أفعاله الخاصة، لزمه أن يفرد الله في ألوهيته وهي عبادته. ما الذي يلزمه؟ يلزمه المسألة الثالثة، وهي أن يوالي أهل التوحيد وأن يعادي أهل الشرك، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. انظروا هذه الثلاث مسائل المتلازمة. الأولى توحيد الربوبية، ولا يكفي مثل ما يفعل اليوم المتكلمون أهل الكلام من الطوائف، من مثل الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، الذين يتكلمون عن توحيد الربوبية ويغفلون التوحيد توحيد الألوهية. تبعهم في ذلك الطوائف المتأثرة بهم من الإخوان والتبليغ، لأنها أصلا إنما نشأت هذه الطوائف من الطرق الصوفية. يعني دعوة الإخوان المسلمين أنشأ حسن البنا الذي بايع على الطريقة الحصافية الشاذلية، وتبليغ أنشأ محمد إلياس الكندهلوي الذي بايع على أربع طرق صوفية، منها السهروردية ومنها الرفاعية إلى غير ذلك، وليس هذا محل الكلام. هذه الطوائف، طوائف الكلام المتأثرة بها، طوائف المتكلمين، نتج عنها عدم العناية بتوحيد الألوهية، وإنما الكلام فقط في توحيد الربوبية. لذلك حينما يفسرون لا إله إلا الله يقولون لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، لا قادر إلا الله، لا رازق إلا الله، ولا يفسرونها بمعناها الحقيقي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو أنه أن معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الطوائف، طوائف المتكلمين ومن تأثر بها من المتصوفة ومن الإخوان والتبليغ، لا يعتنون بتوحيد الألوهية، وإنما لو تكلموا عن التوحيد فإنهم يتكلمون عن توحيد الربوبية. أما أهل السنة فإنهم حينما يذكرون توحيد الربوبية فإنهم يعاملونه كما عامله القرآن، يأتون به ليلزموا الناس بتوحيد الألوهية. قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بعد أن بيّن الله عز وجل كل أفعاله الخاصة به، كل هذه الأفعال الخاصة به، كل هذه الأفعال من أفعاله الخاصة به، قال الله عز وجل بعد ذلك فلا تجعلوا لله أندادا أي في عبادته وأنتم تعلمون. فالمؤلف رحمه الله تعالى سار على طريقة القرآن، بدأ بتوحيد الربوبية ثم بيّن لازمه وهو توحيد الألوهية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته،
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثالث أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. لاحظوا المتأثرون بالدعوات المخالفة مثل دعوة التبليغ والإخوان تجدهم يعني يخالفون في هذه المسائل، وذلك إن تجدهم يدعون توحيد الربوبية ويغفلون توحيد الألوهية. وإذا وجد عندهم يعني بعض البيئات التي دخل عليها الإخوان ودخل عليها التبليغ هي في الأصل بيئة عندهم توحيد الألوهية أو عندهم العلم بتوحيد الألوهية، طيب فإذا دخل عليهم ماذا يفعل بهم؟ يميت عندهم القسم الثالث والمسألة الثالثة، يجعلهم يعني يبقيهم على ما هم عليه توحيد الربوبية توحيد الألوهية، لكن ماذا يفعل بهم؟ يميت عندهم الولاء والبراء، الولاء لأهل التوحيد والبراء من أهل الشرك، الولاء لأهل السنة والبراء من أهل البدع. وتأتي إيش؟ وتأتي الحواجز الشيطانية التي جعلها هؤلاء لصد هذا الأصل وهو البراء من أهل الشرك وأهل البدع، ويقولون لك هذا كان يعمل للإسلام، هذا كان مجاهدا في سبيل الله، ويأتون بمثل هذه الأعذار ليصد الناس عن القيام بالبراء من أهل البدع والدعاة أهل البدع. فهذا هو الجزء الثاني من المقدمة، ذكر فيه المؤلف ثلاثة مسائل، كل مسألة يلزم منها بعدها الأولى الربوبية وهي أفعال الله الخاصة به، الثاني الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، الثالث الولاء لأهل التوحيد والوراء من أهل الشرك. نعم، الجزء الثالث والأخير، تفضل يا أبا فيصل. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى. نعم، هذه هي الجزء الثالث والأخير من المقدمة الذي سنختم به إن شاء الله تعالى. الجزء الثالث والأخير من المقدمة ذكر فيه المؤلف عدة مسائل، عدة مسائل تحضرنا وتجهزنا للدخول في صلب الكتاب مع ما تقدم من المسائل. فذكر المؤلف أول مسألة من المسائل في هذا الجزء الثالث والأخير من المقدمة بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله الرسل وخلق الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فذكر المؤلف أن الله خلقنا لعبادته، وأن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، والحنيفية مشتقة من الحنيف، والحنف هو الميل، والحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على التوحيد. فملة إبراهيم ملة التوحيد هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، ولذلك خلق الله عز وجل الخلق فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، سمي أبا فيصل. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل نعم. قال وأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد. وشو المراد بالتوحيد هنا؟ مثل ما تقدم يا مشايخ، إذا أطلق المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد في هذا الكتاب فيريد به ماذا؟ توحيد الألوهية. ثم قال وأعظم ما نهى الله عن الشرك. وش المراد بالشرك هنا؟ أي الشرك في عبادة الله بصرف العبادة لغير الله عز وجل. فالمؤلف ذكر هنا أولا معنى الحنيفية، ثانية الحكمة من خلق الجن والإنس، الثالثة أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، الثاني أو المسألة الرابعة أعظم ما نهى الله عز وجل عنه وهو الشرك في عبادته. نعم. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا،
هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما أول ما أمر الله عز وجل في كتابه وما أول نهي في كتابه؟ الله عز وجل لو قرأت القرآن واستعرضت القرآن من أول الفاتحة ستجد أن أول أمر يؤمر به الخلق عامة هو الأمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي ينهى عنه الناس بعامة قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله عز وجل في كتابه، في كتاب الله عز وجل، أول ما يأتي من الأمر في كتاب الله عز وجل وهو الأمر بتوحيده والنهي عن الشرك به سبحانه وتعالى. بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله تعالى هذه المقدمات، هذه الأجزاء الثلاثة، شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في صلب الكتاب ورب الكتاب بقوله فإذا قيل لك من ربك، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام. إذن ختمنا الكلام ولله الحمد في هذا الدرس عن هذه المقدمة المكونة من ثلاثة أجزاء، أعيد استعراضها سريعا. الجزء الأول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه أربع مسائل: معرفة العلم ويلزم منه العمل، والمراد بالعلم العلم الشرعي، العلم بالله بالرب والدين والنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني العلم العمل بعد العلم. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر الدليل وهو سورة العصر. الجزء الثاني ذكر فيه المسائل الثلاثة وهي ربوبية الله عز وجل، أن الله خلقنا ورزقنا إلى آخره. الثاني ما يلزم من ذلك وهو توحيد الألوهية وإفراد الله عز وجل بالعبادة، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. الثالث الولاء لأهل التوحيد والبراء من أهل الشرك بقوله أن من أطاع رسوله وحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله. هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث والأخير من المقدمة ذكر فيه عدة مسائل، ذكر فيه الحنيفية وأنها إفراد الله عز وجل بالعبادة والحكمة من خلق الجن والإنس، وأعظم ما أمر الله به وهو التوحيد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. والثاني أو الأمر الذي يليه أعظم ما نهى الله عز وجل عنه وهو الشرك في عبادة الله عز وجل. ثم ذكر الدليل على ذلك. والمؤلف كما ترى في كل أمر من الأمور التي يذكرها يذكر دليلها في الغالب، وهذه من ميزات دعوته رحمه الله تعالى، أنها دعوة علقت الناس بالدليل، علقت الناس بالكتاب والسنة، علقت الناس بما كان عليه السلف الصالح، فكت القيد الذي كان في زمان المؤلف رحمه الله تعالى من التقليد المذموم. التقليد المذموم هو التقليد لما كان عليه الأولون مما يخالف الكتاب والسنة مع العلم بمخالفته للكتاب والسنة. فالمؤلف أشاع في الناس معرفة الدليل، حفظ الدليل، السؤال عن الدليل، حتى فك القيد الذي كان وضعه شياطين الإنس والجن ليقودوا الناس إلى البدع، ليقودوا الناس إلى الشرك باسم التقليد المذموم والعياذ بالله. لأن التقليد كما لا يخفاكم، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في درس الوصول في الدروس القادمة، أن التقليد منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبني وإياكم منكرات الأقوال والأعمال، وأن يجدد بي وبكم الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى كما وعدنا بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسأله سبحانه وتعالى بتعلمنا للتوحيد والدعوة إليه وتعليمه أن يؤمننا من كل خوف وأن يهدينا من كل ضلال، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.